أتتني امرأة، الله يجزيك خير، امرأة تو هالدقيقة يا ونادتني على شجة تبكي فقيرة فقيرة تتألم على أخواننا وتبكي، لكن لا تملك شيئا إلا جوز التراشي تبع بنتها هذا، وتبكي وتقول ما عندي شيء، لكن أسأل الله عز وجل أن يعوضها ووالديها في الدنيا وفي الآخرة، وأنه يرحمها. تكون هاي التراجي الصدقة ظلا لها ولأبنائها وزوجها ووالديها. لازم عندنا يقين أيها الأخوة، أقسم بالله العظيم هذه الصدقة، وهذا يعني شغلة بسيطة طبعا، لكن أسأل الله أنه يعوضها ويرحمها ويجزيها الخير. تبكي المرأة وتقول والله ما عندي، جزاك الله خير، الله ينطيك العافية، لكن أسأل الله عز وجل، والله عندي كل يقين أنها بإذن الله سوف تدخل الجنة بسبب هذه الصدقة، بسبب هذه الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله يجزيهم الخير اللي ساهموا، وجانا طبعا كثير من امثال اختنا اللي جابت تراجي البنوان.